السلام عليكم أيها الكرام. ربنا اجعلنا على فهم دراية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا عدوان ولا عدوان إلا على الأخلاق. نأخذ آية 41 من سورة المائدة لكعب السبيل. يا أيها الرسول، أنزل الله إليك الذكر. ألم تعلم هنا إلى المذكر الرسول، لفظ الرسول، بل ألم تعلم إلى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول، لا يحزنك بخصوص مثلك بالقربات بني بخصوص الغدار بإذن الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله في تنقل من عادات مقيتة من الجاهلية فأهل مجال ولا ينفعنا الهوى، كما قال ربنا رب الأرض والسماء. يا أيها الرسول، إذا تمس شيء اتركه. يا أيها الرسول، لا يحسبك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأموالهم ولم تؤمن قلوبهم. ولا حال اكرم من لا يدعي الإسلام إلا من راح من رب. قالوا الله خيال خيال من لدن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول، يا من تنزيل من رب العالمين، أعوذ بالله الذكر الله القرآن خيال المولى. لا شك من شك إلا من ذنب المحرم ولا مفعول به دار الشياطين والإنس والجن. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يجري الله تعالى بآيات غيبة مثل الجن يكشفوا على أوراقهم أن لا إيمان ولا صبر ولا صدق إنسان ولا أخلاق ولا شيء. الكفر 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 بالأم أكثر يشير بالطائرة مع رب العالمين ويشير بالأعلم من أصابهم ذلك الكفر. يا أنا بعض الناس يؤذي كفر بعض الناس يؤذيك فسادك صعب لله سبحانه أصبر معنى لا تقبل بذل الله وشرك صعب بإذن الشيطان الرجيم وعدوك المبين ولم تقترف بتنبيه المولى عدو لك المتقين. وأيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأموالهم ولم تؤمن قلوبهم إيمان كلاب الإيمان هذه علامة الشر الكفر الحمد لله. فلا تمر ربما أقل النساء اليوم الكفار ربما أقل بالنسبة للكلاب سنة الناس تعرف ولم تؤمن قلوبهم الأولين هذا كذلك آمن يسمى هذا يسمى هو الكبر لما يقول اليوم إلا بذات أمور نفسه خش أمور نفسه بلن تخش بلن تسمع أكل تكتي كل أنفوه بعضا بل يشبه بل يسأل ولا العظيم يقول لك أري يقول الشرين والله أنتك من كبير والله يجب يكون أصدق لكن ينفسه شيء آخر بصدق يقدر يخلق ويجب القيمة شوية تتمنى أن تكون شوية كده ما بالرد الصدق أحسن حتى كما تسمع كما العشية تبدو بالنسبة للمسلمين. الله، يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الذين هادوا سمعوها الكذب سمعوها للقوم الآخرين يسوق كره الجاهلية يفعل صدوه للقوم الآخرين ولا قوم من الأولين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يعني دائما يوصي النبي عليه الصلاة والسلام إلا مسكون في داخلهم مسيطر عليهم الكفر الداخلية وردير الزعم والقوة حرف الكلام خرجوه بسياطرة يطل الشرك الكبير مما كانت عليه حقيقته حين كان في سياقه يشوف ثم الحيلة الملازم اللي يتمرن بجنبه الاخر هذا عمليته بعد يوم في المستشفيات شيء غريب سبحان ربي كيف عذابه شديد كيف سلطانه ملا كامل وليت يكون
نكسب حد تنتظر شعب العربي راس كبير أمور الثانية ينطور في نفسك ويبتدي مجموعين ويقدر من ماشي جيد من جراح سرطان والعياذ بالله أو شيء في الخير يناس معلش توصل راحكم لهذا اليابان والسلام.